مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. زين، خلينا نشوف برج الأسد. عندك هني انفراجة كبيرة، عندك أيضا في الناحية العملية ناحية الأموال الورث. زين، عندك شيء غالي فقدته من زمان فترة قديمة راح يرجع لك خلال هالشهر. كل طاقة فيها شيء إيجابي وفي أيضا ضد هاي الطاقة تحدي. التحدي هو اللي يحاول يخليك تخسر او يبعد عنك الشيء اللي متوفر لك خلال هاي الشهر. الشيء اللي متوفر لك خبرتك ان انت احسك في السابق ما كانت بيدك حيلة. في هذا الكرت نشوف انه ما كانت بيدك حيلة، كنت مضطر زين ان تقبل مثلا بحكم القاضي، كنت مضطر ان تتنازل عن حصتك في شراكة، حصتك في ورث، حقك في ترقية، حقك في وظيفة. اضطريت، كان في شخص، كان في مجموعة أقوى منك وما تستطيع أنك تحاربهم أو تفوز، فعشان كذي خسرت شيء غالي عليك في السابق. ولكن بداية بشهر هذا الشيء اللي أنت خسرته، تعرفون ساعات شلون نسمع أنه مثلا فلان الفلاني المتهم الفلاني أنه خسر قضية كذا كذا، ولكن نشوف أنه مثلا يتجمعون حوله متطوعين، محامين متطوعين، أشخاص متطوعين، فاعلين خير، فيخرجون من أزمته. وبس يخرجون من أزمته يحرصون أن يرجعون لحقه كما كان بالطريقة اللي خسرها. هذا بالضبط اللي راح يصير، لأن عندك هني قطيع راح يحاوطك، راح يحيط بيك، قطيع جدا وفي. ليش أختار كلمة قطيع؟ لأن لما نتكلم عن القطيع هو بيكون كلاب أو ذئاب، يمتازون بالرابط القوي اللي بينهم وبالوفاء. ما في بينهم حسد، ما في بينهم غيرة، كلهم توجههم واحد، وتوجههم هو إخراجك من الظلم، زين، من الليل، من الطاقة السيئة إلى الطاقة الإيجابية، إن يرجعون لك حقك. الضروري من تجاهك أن تشوف سهل إن لما شيء إحنا ما نتعب عليه نرد نفقده مرة ثانية. هذا هو التحدي أمامك برج الأسد، أن يمكن الشيء هم هذين الأشخاص المجموعة اللي عددهم ما يزيد عن 4 5 6، مجموعة قليلة زين، اللي راح يعملون بجهد إنه يرجعون لك حقك أو يساعدونك على الأقل. زين، محتاج أن تعطيهم الولاء الكامل والثقة الكاملة، لأن أشوف حتى في طاقتهم إذا تصرفت بشكل غير ناضج، إذا تصرفت بشكل الأحمق هذا، إذا تصرفت بشكل إنه مثلا لو هذين كانوا محامين، او لو هذين كانوا مدراء، او لو هذين كانوا اي احد من الاشخاص يريدون ان يساعدونك، زين، وانت ما تسمع كلامهم، احتمال اشوف عندهم طاقه ان يردون ينسحبون ويتركونك انت مع مشاكلك بدون مساعده. هذين نعم وفيين ويتمنون لك الخير، ولكن يحتاجون منك ان مو بس يكون عندك الولاء المطلق، ان يحسون ان انت تثق بكلامهم وتطبق كلامهم. مثلا يقولون لك لا تقوم بالشيء الفلاني لأن قانونيا ما راح يساعدك، ما راح يطلعك ان انت صحيح او يخرج لك حقك. عندنا هني محامين، عندنا هني اشخاص راح يكونون كأنما مسؤولين عن اخراج حقك في الفترة القادمة، يساعدونك لتصل الى مرادك. اذا انت انحرفت عنهم، إذا انشقيت عنهم، تحمل ما سيأتيك يا برج الأسد، لأن هذا ليل القطيع. شفت قطيع الذئاب شلون يتعاملون مع أفراد قطيعهم أي مستوى ولاء، ولكن في نفس الوقت كيف يتعاملون مع الأفراد القطيع المنافس بأي مستوى من الشراسة. هذين الأشخاص هم كالسيوف، ممكن تستخدمهم لمصلحتك وممكن أنت تستخدمهم وتسخرهم ضد نفسك. الخيار بيدك برج الأسد، محتاج تكون جدا ذكي، جدا حذر، جدا مو سهل ان اي احد يغير كلامك، يغير رأيك في الفترة القادمة. توجهك تستقر عليه، يعني محتاج معاهم طاقة الاستقرار، يعني لما توعدهم ان ما راح مثلا تتواصل مع الشخص الفلاني، ما راح تتعرض الى الشخص الفلاني، ما راح انت ترد تغلط بنفس الطريقة، ضروري بالنسبة لهم ان انت تشوفونك تحقق هذا الشيء. انزين، ولكن امنيتك اللي اشوفها هني الشيء اللي فقدته من زمان راح يرجع لك، راح يرجع لك. محتاج النفس الطويل، محتاج ان تثق فيهم، محتاج ان على قولتهم هني طاقة عندك خلال هالشهر ان تستمع الى تعليمات الطبيب،
مو طبيب واحد، عندك هني طاقم طبي، عندك مجموعة يخدمونك، وأهمهم راحتك. بكون جدا ذكي. من الناحية العاطفية، خلنا ناخذكم هني نقرب لكم الأوراق. من الناحية العاطفية، عندكم شخص مشبع بكبرياء الخاص، يعرف ان هو غلط معاكم زين، وعنده ايضا نوع من الندم انه هو لم يختاركم في السابق، لان حاليا اشوفه يعيش نوع من الكارما، قاعد يعيش مع شخص يضطر انه يتحمل شخص جدا سيء، جدا مؤذي، جدا لا يقارن بالنسبة لكم. اوكي، انتو في حياة هذا الشخص كنتوا بمثابة الملاك، بمثابة البلسم العلاج. الحين هذا الشخص الشريك قاعد يعيش لحظات كلها ألم ومرض وتعب، عنده شخص بحياته جدا متعبنا، وكل ما تعب مع هذا الشريك أو هذا الشخص تذكر، يرجع بذكرياته إلى أنه شلون تعامل معاكم. في الفترة القادمة الأمنية اللي راح تتحقق هي من جانبين. أول جانب ان راح يوصلك خبر، مهما هني حاول شريككم ان يتستر على شيء او يخبي آلامه داخل مثلا صدره يكون كتوم، لكن راح يخرج الموضوع الى العلن، راح تسمعون، لان هذا كرتكم، كرت الاميره العزباء تسعه الخماسيات، هذا كرتكم انتم قاعدين تستمتعون بحياتكم ويصلكم خبر، خبر يشفي الغليل، خبر نوعا ما تشمتون فيه. فهني راح تحصلون شماته، لو مو بالشريك راح تكون مثلا بشخص حاول يضركم يفرقكم عن الشريك، راح تصلكم هاي الطاقة. انزين، شريككم في الفترة المقبلة شلون راح يكون؟ اشوفه مو قلت لكم في البداية عنده كبرياء، على كثر ما عنده كبرياء ولكن ما عنده مقاومة. عندنا هني كارت التمبرنس، عنده قلة في الصبر، عنده قلة في الحيلة تجاهكم، فحسه مهما قاوم تراكمت عنده المشاعر تجاهكم. فبتشوفونه في الفترة المقبلة في شهر فبراير يحاول التقرب منكم بأغرب الطرق، بأغرب الأساليب. قاعد أشوفه هني كأنما مثلا يسوي أشياء مو على عادتك، أنا ما قاعد مثلا يتصل بأوقات غريبة، يتعذر، عندنا أيضا طاقة التعذر، يتعذر يتعلل بأي شيء، بأي موقف عشان يرفع السماعة ويتصل فيكم، حتى لو مثلا سبب مو مقنع، انه يسوي نفسه يسألكم عن شيء، يسألكم عن الأطفال، يسألكم عن كيف حالكم، ولكن مو هذا هو السبب الرئيسي من أجل اتصاله. اتصاله هو عدم قدرته أن يظل بعيد عنكم، أن يقاومكم لفترة طويلة. لما أقول فترة طويلة لا تنسوا هذا كارت برج القوس، عندنا شخص يستطيع أن يقاومكم لمدة ساعة ساعتين يوم يومين، ولكن الفترات الطويلة شوقة يذبحها بالإضافة إلى الوضع المكركب اللي في حياته هني. زين، احتمال هذا الشخص أيضا أشوفه كأنما في البداية كان جدا سهل بالنسبة لنا يتخلى عنكم، ما حارب ورضى بمثلا اختيار أهله، رضى بالإنسان اللي أهله اختاروه له، ولكن حاليا قاعد يدفع الثمن. حاليا اللي أنت بتصير فيه يا برج الأسد هي الراحة، هي أن تكون مثلا مثل المتوج اللي أمامك تحت رجلك كذي، وايد عندك خيارات في الفترة المقبلة، وايد عندك حتى مرشحين أفضل جدد يأتون في طريقك من أجل الارتباط. وكل ما شريكك سمع عن هذه الأمور وحس بهذه الأمور، كل ما كأنما اشتعلت داخل قلب نار، وقاعد هني يحاول يطفي هذه النار. دائما ارجع لهذا الكرت، قاعد يحاول هو يداوي جروحه. زين، شلون انت برج الاسد تريد ان تاخذ هذا السيناريو؟ هل تريد ان تاخذ هذا السيناريو وتعطي هذا الشخص فرصه جديده؟ لان هذا الكرت هو ايضا كرت الشراكه، ان تستطيع في الفتره القادمه راح تكون انت لك اليد العليا، انت تستطيع ان ترجع له، ولكن محتاج هني تحط شروطك الخاصة، لأن عندكم هني كرت الأميرة، كرت الأميرة اللي ما له داعي تقبل بالخمسة وأنت تستطيع أن تحصل على التسعة هني عندك، صح؟ زين، فالرجوع هني احتمال مع هذا الشخص، راح يضعف هذا الشخص في الفترة القادمة، راح يصير جدا ضعيف أمامكم، وايد صعب بالنسبة لأن يقاومكم، ولكن أنتوا برج الأسد محتاجين أن تستغلون
هذا الوضع لصالحكم. خلينا نشوف الحين طاقة المنفصلين مع أي أبراج. على الأغلب راح يكون في رجوع. خلينا نشوف برج الحمل. عندنا طاقة نارية، عندنا برج الحمل والقوس، زين عندنا هني طاقة الهواء تقول لك برج الجوزاء والدلو. الميزان استبعده، هذا كارت ايضا برج الدلو وبرج الثور. عندنا اربعة الاكواب. في الفترة القادمة اذا كنتوا حاطين في بالكم شخص من برج او شريك من برج مائي، تنتظرون ان يرجع لكم برج الاسد. الكارت هذا يشجعكم ان تمضون قدما، ان تمضون قدما وما تعطونا حتى فرصة جديدة، على الاقل في المستقبل القريب، على الأقل في الشهر الشهرين القادمين. أنا حين قراءتنا احنا في شهر فبراير، فالطاقة راح تستمر إلى شهر مارس. زين عندكم شخص، ما أدري ليش أشوف هني برج الأسد، الشخص اللي طاقته مائية بطبعه معاكم أنتوا بالذات جدا مؤذي، جدا مؤذي. وهني كارت العالم. كارت العالم هني للمنفصلين يقول لكم من الأفضل في الفترة القادمة أن تنظرون وتعاينون المرشحين الجدد في حياتكم. المرشحين الجدد، الفرص الجديدة للارتباط راح تكون أفضل بجد بكثير من الفرص القديمة مع شريك قديم، خصوصا إذا كان هذا الشريك قوس أو هني برجمائي. زين خلينا نشوف كرت النصيحة. ميلك اند هاني، ميلك اند هاني. لما نشوف كرت العسل مع الحليب دائما نفكر بالشراكة، وهذا هو الكرت اللي طلع لنا هني في الحياة العاطفية. ولكن للأمانة إذا تذكرون شلون ختمت القراءة العاطفية، قلت لكم إن الفترة القادمة، شوفوا عندكم الطاقة اللي قاعدة تأتيني هني في النصيحة، ان الشريك القديم، مو كلكم طبعا، الاغلب، وانتوا تعرفون الطاقة وانتوا تفهمون من الطاقة ان اذا كانت لكم ولا مو لكم. الشريك القديم خصوصا، شوفوا كل الطاقة المائية اللي طلعت عندكم هذا الشهر طاقة احسها في العاطفة طاقة سلبية، وطاقة تنصحكم بالابتعاد عن الشريك او ان تعاينون شريك جديد. لأن لما نتكلم عن الحليب والعسل فهو الدو الثنائي، الثنائي السعيد، الثنائي المناسب. إنزين برج الأسد قاعد أحس بطاقة إن احتمال في الفترة القادمة راح ترغبون بشخص، ولكن هذا الشخص مو من مصلحتكم. لأن هني كرت الارتباط، كرت الشراكة اللي راح تدخلون فيها طال عليه في طاقة إنه يكون شخص جديد، استثمار جديد مع شخص مناسب. زين الشخص اللي انت ترغب فيه برج الاسد، خصوصا قلت لكم اذا طاقته مائيه، مو من مصلحتك. وكل اللي يسويه وجوده في حياتك انه ياخرك عن هذا الشخص المناسب، وانه يضرك كل فتره والثانيه، ما تقدر تطلع لحياه جديده لانه لحد الان قاعد يحوم معاك في الحياه القديمه. هذا الكرت ينصحك بأن تطلع إلى الأشخاص الجديدين القادمين في حياتك، أوكي؟ أن تكون تطلع طاقة الرينبو أيضا، قوس قزح، أن تكون جدا متشجع متحمس من أجل المستقبل. هذا كرت الزواج. الزواج أيضا دائما يذكرني هاي الكرت بالمتزوجين حديثا، أوكي؟ time to go، وقت الرحيل. ايش قلت لكم برج الاسد؟ time to go، وقت الرحيل. سواء نتكلم في الحياة العملية او في الحياة العاطفية، احس ان نعم حان وقت الرحيل. في وضع، في اسلوب انت قاعد تتبعه يا برج الاسد مع الاخرين، في طبع،
في صحبة، هني صحبة سيئة وهني شخص قديم. بقائك في إنه تعطيه فرص، بقائك في انتظاره ما راح يظل يخدمك. مهما لفيت راح ترجع إلى نفس النقطة اللي ابتديت منها، راح تنتهي فيها وترد تلف تقول لا يمكن هالمرة الفيلم تنتهي نهاية بشكل مختلف، ترجع لنفس النقطة. هذا الكرت يشجعك جدا على مو بس إنه تنضم إلى أشخاص هني راح جدا يفيدونك في الحياة العملية، حتى في الحياة العاطفية عندكم شريك جدا أفضل بكثير ويعوضكم. ما كنتوا تحصلون على التقدير؟ كان شريككم خصوصا إذا برج مائي تحصلون على الكثير من الخداع منه، راح يكون بالعكس الشريك الجديد جدا وافي. انزين، قاعد اشوف هنا صفات الشريك القادم انه على الاغلب يكون قريب من بيئتكم الاساسية، قريب انه يكون من نفس المنطقة، من نفس الدين، من نفس المذهب، من نفس الثوب، من نفس الثوب، لان العسل مع الحليب جدا سهلين انه يمشون مع بعض، ما يكونون شاذين. ما يكونوا شاذين مثلا ان احنا نحط اناناس على البيتزا الثنائي، الاناناس والبيتزا ممكن يمشي مع بعض ولكن غريب. عندنا هني ثنائي طبيعي، وهذا اللي قاعد اشوف ان مواصفات الشخص القادم في طريقك برج الاسد، شخص جدا قريب من بيئتك الاساسية، من البيت اللي انت ربيت فيه. انزين، البيت اللي تربيت فيه، الصحبة القديمة الوفية، هذين راح يساعدونك تصل الى اهداف جدا كثيرة جديدة في حياتك كلها، منها الزواج، لأن طلعت عندنا هني كرت الأميرة العزباء، منها إنك تدخل في شراكة جديدة. حتى لو عمرك وصل مثلا 40 50 60، قاعد أشوف هني طاقة الزواج المريح ولكن على كبر. لا تفكر برج الأسد إنه في طاقة والله فاتني القطار، لا والله، في ناس يتزوجون إذا وصلوا سن جدا متقدم ولكن يرتاحون في هذا الزواج، وهذه هي الطاقة اللي قاعدة أشوفها. ما في شيء اسمه، ما في قاعدتيني طاقة اسمها راح يفوتك قطار العمر أبدا عزيزي برج الأسد. هذه كانت